تجديدا لتخفيف الضغط يلي شهده معرض دمشق الدولي خلال الدورة السابقة. واليوم خلال الدورة الستين من معرض دمشق الدولي وبقلب محطة القدم للقطارات يلي تم إعادة تأهيل وصيانة المحطة لحتى تسير أكثر من 34 رحلة يوميا إلى قلب أرض مدينة المعرض. فهل هذا الشيء ممكن يشكل حل مناسب بالنسبة لزوار المعرض؟ الأزمة حالة ضغط على المواصلات خفف للعالم من سهولة أن توصل المعرض بأقل مسافة. الرحلة ببلاش ذهاب وإياب، والرحلة ما عم من نص ساعة بنمشي، ما قدم كمان من نص ساعة. يعني بصراحة شيء كتير حلو، هذيك السنة كتير تعذبنا بالمواصلات والطرقات، يعني كتير كان عجقة وضغط. يعني هلأ وسيلة القطارات هلأ كتير منيحة، يعني بتعمل سهولة كتير للعالم. وين رجعنا أيام زمان، أيام ايام ربي، ايام برده، وايام اصلا هذيك ايام. اي والله الحمد لله كثير هي حلوه وسهلت كثير امور وسهلت التواصل. حتى يعني احنا جايين من طريق المطار كان كثير فاضي وسهل، احسن من السنه الماضيه. ان شاء الله يضلوا هيك كل سنه. يعني والله اسهل من هيك صدقيني ما في جد. وانا كثير كثير مبسوطه، مو مجامله، عن جد اليوم فرح وانتصار لسوريا. عن جد هذا هو اليوم العيد الحلو، هذا هو نصرنا قدام كل العالم انه احنا وقفنا اجرينا. كثير مبسوطه هلا انه رايحين على القطار. بس انا يومي عم يجي عن جد، يعني بحس انه بالراحه بالامان الحمد لله. والله يديم سوريا يا رب. والله فرق الطريق روحه صعبه شوي، بس القطار سهل الموضوع. ايه هلا اليوم عم تقول لي بنتي بابا امتى طلعنا بالقطار؟ انا من 7 سنوات ما يطلع بالقطار. الحمد لله القطار بيحل ازمه كبيره، خصوصا انه ما بمر بالبلد، بيطلع بطريق لحاله. آمين. فكرة ومشروع كتير حلو، وطبعا يعني أحسن من السنة الماضية بكتير. محطتنا التالية كانت تحت جسر الرئيس، أحد مراكز انطلاق الباصات يلي خصصت لنقل زوار المعرض إلى أرض مدينة المعارض، ويلي تواجدت بعدة مناطق من دمشق وريفة. السنة الماضية سمعنا، أنا ما طلعت، بس سمعنا أن العالم رجعت على ظهر الباصات ونزلت وطلعت على ظهر الباصات. بس السنة والله أنا كنت متوقع أنه في أزمة في كذا، بالعكس دغري ميسرة جدا وركبنا بكل سهولة والأمور ميسرة جدا. تمام، كتير حلو كتير منيح، كمان مريح كتير. يعني التسهيلات أنه في بكل نقطة تقريبا، بكل منطقة في باصات وفي قطار يعني بس في ملاحظة صغيرة أنه شوية عم تنزلنا بمكان بعيد، ولما بدنا نرجع كمان كان المكان شوية بعيد، بس لو يكون أقرب. أنا من الجزائر، إجيت على المعرض، إجيت السنة الماضية خصوصاً وهالسنة كمان. إيه الفرق بين السنة الماضية أنه أول يوم كان كثير زحمة، خصوصاً العدد صار 1,000,000 زائر هيك حكوا، امبارح كان 100,000 حسب الإحصائيات، بس الحمد لله ميسرة، وهالسنة كمان في قطار، لهيك الأمور كانت ميسرة أكثر. جزائري كمان، بس المعرض بشوفه هي أول مرة. مبدئيا منيح، عجبني يعني ممتاز، سهله يعني تركبي هون تنزلي هناك، يعني تركبي من هناك تنزلي وين ما بدك. يعني رغم كل العجقه بس مأمن المواصلات، يعني ما لهم عم يتركوا اي حدا، ان كان بالحمايه ان كان بالامن ان كان بالرجعه حتى لاخر وقت. يعني عجقه الناس وحركتهم تصدرت المشهد، لكن البوصله بقيت مواكبه كل جديد بيحمله معرض دمشق الدولي بالدوره الحاليه. التسهيلات وراحة المواطن كانت هي هدف المنظمين لمعرض دمشق الدولي خلال الدورة الستين لهذا العام. وما بين مراكز انطلاق الباصات والسكة الحديدية يلي وفرت كثير من التسهيلات للوصول إلى أرض مدينة المعارض، كان مشهد الراحة والوصول بسلام إلى أرض مدينة المعارض واضح. لكن اليوم مع الابتكار السوري يلي تجسد بعقول سورية وهو صحابة 73، هل ممكن هي تكون وسيلتنا بالمستقبل للوصول إلى أرض مدينة المعارض؟ يمكن هذا الحلم يتحقق. للإخبارية السورية هزار عبود.